حضرتك يا خرطوشه ولا حرج. بابا اللي هرب مني هقتلها. ليه يا خرطوشه؟ لا بنتي. ايه يا خرطوشه هتقتل بنتك؟ انا حيالله جوز امها. لا دي بنتنا بنتنا. ما تلبسش نفسك جنافه واللي عندك يا خرطوشه. انا خلاص مفيش حاجه اخاف عليها حضره الضابط. انا بتعامل زي برميل البنزين. اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ولا في الكل. قلت لك اقف مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضره الضابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اوقف مكانك. اهدى بالله واعل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ معانك البيعه دي. الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. انا بعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. انا تاجر سلاح يا باشا. جراحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. انت تاجر فين؟ في السلاح وصعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. حارب. انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟ خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ ايه ده احسن ابنك ايدك عليت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد يا اخي. اه والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. المخزن جوه كده يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذة. شمع يا ابن السندي دي. اجي اركبه معاك البوكس لو تهين عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حمد عمل لك حاجه ولا ايه؟ عيل جمال داخلين المأموريه وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله بيقدم رجله واخر رجله. انا ايه جاله تليفون؟ تليفون واحنا داخلين المأموريه؟ عيل سيس يا عم. اه طبعا عيل سيس. انا ابقى ظابط محترم داخل المأموريه واديله تليفون يبقى عيل. يا دي الكسفه. بس دوبني. صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مره وما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شويه شغل لسه مخلصه. اه طب ما تتأخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافة السكة. بس انت بصير العروسة. بسيتك العافية يا حبيبي. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. السلام. أقول لك إيه، أنا فرح أختي النهاردة ولسه هنعدي على المدير وأمي بتستعجلني. يلا. آه يا حصي بالراحة يا حصي. في إيه؟ بس أظبط لك التانية؟ لا خلاص يلا يلا. كبرتي يا شهندة وبقيتي عروسة. احفظها وسعدها يا رب. مالك يا ماما؟ شكلك مش فرحان ليه؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انا الفرحة مسايعاني النهاردة. ده اليوم اللي انا مستنياه من زمان. بس انا مش متعودة انك تبعدي عني. مين دي اللي هتبعد عني؟ ده انا متفقه مع ساهر ان احنا عندك كل يوم، وعلى فكره ده شرط انا كاتباه في العقد. كل يوم كل يوم؟ اه يا حبيبتي كل يوم. هو انا ليا غيرك؟ اوعي تصدقيها يا طم، بكره تتجوز مش هنشوفها تاني. دي صاحبتي وانا عارفاها. اخرسي. يا ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يلا بقى يا جدعان انتوا كمان يا بنات. يا رب يا طم يا رب. حبيبي يا صباح الفل والفلافل. محمد الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك. ايه الحلاوه دي يا عروس؟ اهو انت. فول وفلافل ايه يا واد؟ قول سمك جمبري كفته كباب. النهارده فرح اختك. والله انا ظابط على قدي في الوادي الجديد ودي اكلتي المفضله، والبني ادم مننا ابن بيئته يا ماما. يا حرام، ده انتوا بتتعبوا قوي. ده احنا بنتعب تعب ما بنشوفش اللحمه غير في الاجازات. مساء الخير. ياسمين.
ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ يا ولد بنت عم ماما. طنط جميله. والله كبرت يا جميله و... ياسمين. ياسمين والله كبرت ياسمين واتدورتي، ده انا ما عرفتكيش. بس ايه رايك؟ في ايه بالظبط؟ لا اصلي ياسمين اصلي. نعم تعالى. ايوه تعالى خلي البنات ياخدوا راحتهم يلا. طب ما ياخدوه حد حيشوا، ما تاخدوا راحتكم يا جماعه يعني، ده انا اخوك الصغير مفيش حاجه. معلش معلش تعالى هكلمك بره. طب هسجلكوا تاني. ايه بس ايه ده وقته يا ماما، ما تسيبيني مع البنات شويه. انا هكلمك في البنات، ايه رايك عجبتك؟ هي مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ بنت طنط جميله. طنط جميله مين؟ لو كانت عجبتك اكلم لك مامتها واخطبها لك. ايه هو ده، انت عايزه تخلصي مني اوام اوام كده؟ ليه يا حبيبي؟ مش عاوزه اخلص منك ولا حاجه، انا بس عاوزه اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا ماما، ايه القرف اللي انت بتقوليه ده؟ ولا بقول لك ايه، اختك هتتجوز النهارده واخوك بعد شهر هيتجوز، وفاضلش غيرك، عاوزه اطمن عليكوا بقى. ايه رايك؟ في ايه؟ في ياسمين بنت طنط جميله؟ ايوه. بصي هي في حاجات كويسه وفي حاجات كده مش ولا بد، هي عامه كده بنت واعه. واعه؟ انت محلويه لي بالقصه دي، ما تجيبي بص. بص بصي في بنت كانت واقفه على اليمين مش واعه، اخش اشوف ايه حكايتها واجي. مش واعه يا بنات. وهي عملكم هم الفرح هيبتدي وانتوا لسه بتحشي المحشي؟ ده الكبير لو عارف هيجي يبهدلكم. وانت يا اختي ما تجيش تساعدينا ليه؟ وهو انت على يدك نكش الحني ولا يا اختي تكونيش فاكرانا الخدامين؟ احنا حريم جبر البطاش برضك. ما كنتش فاضيه، كنت بسبح الوعد عشان منصور به الكبير مصر لازما ولا بد منصور الصغير يكون جنبه وملازمه من أولة الفرح. واه يعني هي دي الحجة اللي نفدت بيها يا نجيبي؟ اتشطري يا فتحية انتي واعتدال وهاتوا الوقت. حسرة علينا الفتنة كلها بنات. اختي احمدي ربنا انك ما انتيش ارض بور زيي. دي ارادة ربنا يا عنايات. وبعدين انت مهما حصل الاولانيه ده انت اللي في القلب يا بيت، بأمرت اني لساكي على ذمته وما طلقكيش. مش لمي قلبك الابيض يا حبيبتي. واه 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 جرالك ايه يا مرتي وهي؟ ولسه ما خلصتوش؟ خلص الحكايه ودي وشهله شوي. حاضر حاضر يا عمتي نجات، حاضر حالنها حالنها. يا واد رد علي، حتى انا ابوك ما لديتش عليك ترد علي. طب يا واد بهانه لما اشوفك هيبقى لي معاك حديد تاني. خبر ايه يا ابوي؟ حصل ايه كفل الشر؟ اخوكم عمال بيتمسخر في مصر ولا على باله فرحه الليله دي. واه واه واه، لهو دياب ما هيجيش الليله دي ونفرحوا بيه وهو عريس. عارفه يا بت يا اعتماد، ده لو ما جاش هقطع خبره. بصراحة يا ابويك ده انت اللي اللوم عليك. ليه يا بنت يا نجات؟ انت عودتنا نقوله الحق وما نخافوش حتى لو على رقبينا. وايه هو الحق يا نصحة اخواتك؟ الحق انك دلعت دياب بزيادة قوي لما قوي علينا كلنا حتى انت يا ابوي. اخرس يجي انقطع لسانك. يا ابوي كلنا شايفينه وساكتين، ده هو الوحيد اللي دخل مدارس اجنبية ودخل الجامعة الامريكانية. لانه راجل ولا عاوزانا ادخلكم الجامعه وانتوا حريم؟ وجابر اخونا الكبير ما دخلتوش ليه؟ ما هو راجل زيه. غلبت معاه، جابر دماغه ناشفه ومخه تخين واخد الحكايه عافيه، لكن دياب اخر العنقود يتيم وامه ميته. مهمه تبقى ام احنا كمان يا ابوي.
يعني احنا يتامى زيك ويمكن اكتر. لا يا وداد، دياب محدش زيه، ده امه سابته لي وهو في اللفه. اه يا دياب، بس لما اشوفك يا ابن الكلب قدها وقدود يا حسام، طول عمرك رجل المهام الصعبه. يا فندم لا صعبه ولا حاجه، دي الحمد لله كانت شكه دبوس. يعجبني فيك ثقتك في نفسك. ثقتنا عليك فينا يا فندم هي اللي بتدينا ثقه في نفسنا. ولا انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ يا سيدي ناس تتهنى وناس تتضرب بالنار. بقول لك ايه؟ علمت على صاحبنا في العمليه الاخيره؟ كالعاده يا فندم، حضرتك لو خلعت هدومه هتلاقيه معلم كله يا باشا. باشا بعد اذن عليك ما تنساش فرح اختي النهارده، نطمع في تشريفك انت والمدام ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتمم بخير يا حسام. شبعنا بقى يا باشا يوم فرحنا فطلي وما جيتش. يا سيدي بنتي كانت بتولد. تتعوض الجوازه الجايه ان شاء الله معتز. تقرير المأمورية هيبقى على مكتب معاليك بكره الصبح ان شاء الله يا فندم. يا سيدي خليها بعد بكره، اكيد النهارده بقى هتبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه. هو بصراحه النهارده هيبقى مشغول وعامل فيها ابو العروسه فعلا يا فندم. ربنا يعينك يا سيدي وربنا يتمم بخير. كتر الف خيرك يا فندم. تأمرنا حاجه معاليك؟ شكرا ليكم. ربنا يخليك يا فندم. تعليماتك يا باشا. شكلينا رجاله، ربنا معاكم دايما. الله يحفظك يا فندم. الف سلام. باشا ابو العروسه دي النيل والحكومه. الو ايه يا حسام؟ قلقتني عليك. طمني عملت ايه في المأمورية؟ الحمد لله حبيبتي مسكنا الواد. طب يعني ما كلمتنيش ليه تطمني اول ما خلصت؟ انت عارف انا ببقى قلقانه ازاي؟ هعمل ايه بس يا سلمى؟ كنت عند المدير، انا حطير على البيت، البس البدله واجي اخدك من عند الكوافير. طب قول لي يا حبيبي هتلبس انهي بدله؟ السموكينج ده لابو العروسه. طيب البس بقى الكرافته اللي جبتها لك في عيد ميلادك عشان هتبقى ماتشنج قوي مع الفستان اللي انا هلبسه. ماتشنج ايه وبتاع؟ بقول لك سموكينج، سموكينج يعني بابيون يا سلمى. بابيون ايه يا حسام؟ ده انا كده هضطر اغير الفستان عشان كنت بانيه كل حاجه على الكرافته اللي انت هتلبسها. لا وعلى ايه؟ خليك انت بالفستان وانا هغير البدله والبابيون وهلبس بدله عاديه عشان الكرافته الحمراء اللي انت جايبها لي. حاضر يا حبيبتي، مع السلامه. في لحظه كده غيرت الكرافته وعامل لي مسيطر وكوماندا؟ في الاول بس عشان لسه مخطوبين. كلهم بيقولوا كده في الاول. يسالني انا اشمعنى؟ لان في الموضوع ده انا قائد. قول خايف من ايه؟ بقول لك قول يا قائد. والمثل بيقول لك ايه؟ اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. اتفضل فدني. ها؟ ما هو ما انا بقول لك اللي بيتجوز قبلك بيوم يعرف عنك بسنه. عارف يا ادم معتز انت بتفكرني بمين؟ بمين؟ الواد محمد اخويا الصغير. اشمعنى؟ بسم الله ما شاء الله سكر زيك كده، عسل عسل. يلا يا يا حسام خلاص يا ستي ارتحتي؟ اطمنتي على حسام؟ ايوه يا ماما اطمنت عليه. انت مالك كده يا عصمت؟ قاشة ملحه البيت ومتابعاها في كل خطواتها. الله جري يا سعيد، مالك يا اخويا قاشة ملحتي كده ليه؟ ما سيبني اتكلم مع بنتي يا اخويا براحتنا. في ايه؟ جرى ايه بس يا ام العريس؟ هدي نفسك كده، النهارده فرح يا جماعه، انا عايزك تبقي كل على الاخر. ها ابوك مستقصدني في الروحه في الجايه. انت اللي مستقصده البيت؟ حرام عليك يا شيخ، حرام عليكي، سيبيها بقى تعيش بحريتها. جري يا سعيد، بنتي وبواعيها، بفهمها تعمل ايه وما تعملش ايه. ليه يا ماما؟ ايه الغلط اللي عملته في مكالمتي مع حسام مثلا؟ مدلوع عليه، ما انتش عارفه تسيطري يا سلمى. اسيطر على ايه يا ماما؟ احنا في خناقه، احنا بنحب بعض. عيب يا بنت، في بنت مؤدبه في الدنيا تقول الكلام ده قدام باباها ومامتها؟ طب يا ماما طالما بقوله من وراكم ممكن اقوله من قدامكم عادي، مفيش حاجه. طب انا هروح البس. طب يا جماعه انا هروح، انا كمان للحلاق عشان الحجز ما يروحش عليا. ها ماما النهارده فرحي. ها فرحي. مبسوطه؟ مبسوطه يا اختي، اهم كلهم طفشوا. بركه فيك، رايح فين؟ اخد حمام. تاخد حمامك؟ عارف لو ظبطت الدنيا هيحصل ايه؟ مش هيحصل لك كويس. انا داخل اخد حمامي وراك. حاضر. استنى عندك، ما تنساش ما تقلع الساعه بتاعتك. حاضر.